هو مو انت رئيس خليه موجبات الكوفيد سوسه، الوضعيه كيفاش اليوم؟ شكرا سي زهير على هالدعوه هديه. اليوم يمكن نبرات صوتي فيها شويه من الحزن، انا خاطر ما نجمش نتجاوز وما نجمش نسيطر على روحي وما نتكلمش بنبرات كي من هكا، خاطر الوضعيه كارثيه وخطيره جدا. على ولايه سوسه الكل ولا بعض المناطق؟ هي على ولايه سوسه، ما انا باش نحكي كان على اكزامبل مستشفى سهلول. انا رئيس خليه مجابهه الكوفيد في مستشفى سهلول، اما اللي باش نحكي عليه في سهلول هو بالطبيعه اكسترابولي على الريجيون الكل وعلى المستشفيات الكل وعلى حتى معناها لي زوبيتو ريجيونو دو سيركونسكريبسيون والبروميير ليني وغيره. نقولوا مستشفى سهلول ان سي اش يو بيتم تمامه هو طاح، سافدير الاخرين اكثر ما نجموش يستحملوا اكثر من سهلول، معناتها وما ادراك من مستشفى سهلول. دونك وضعيه مستشفى سهلول اليوم، انا من بدايه الكاتريام فاك هذه حسيتها اللي مره هذه باش تغلبنا، خاطر المرات الاخرين تجاوزنا وما غلبتناش ونجمنا فيك لي مويان دو بور نتاعنا باش معناها نتكفلوا باللي دوموند اللي جاونا الكل وباللي سوبيتاليزاسيون. توا انا كي نقول لك البارح في الاورجونس دي مالات باللي بوتي دوكسيجين ما عادش نحسبوا فيهم دي شامب، نحسبوا فيهم دي شيز، شيز اون شيز دو شيز تخوا، هذا كلام سي تعدينا من مرحله عدد الغرف في عدد الكراسي. عندنا عملنا طونت احنا ديغنييغمون قدام الاورجونس باش زعما اللي يجيو لي زاكومبانياتور يقعدوا شويه خاطر توا شمس وتوا صيف. يا اخي الطونت هذه ولات هي بيدها نحطوا فيها لي مالات كوفيد لبرا، معناها ايماجيني لا سيتواسيون. واحنا بالكاباسيتي نتاعنا اللي ماهيش خايبه كوميم في مستشفى سهلول لي زورجونس، وعندنا لونيتي جديده لونيتي كوفيد، ورغم هذاك المرضى على الكراسي باللي بوتي دوكسيجين. بارح تتصل بيا رئيس صيدله قسم الصيدله تقول لي دكتوره راهو فاونا الاكسجين شنو نعمل؟ تمشي ونتسلفوا من عند لي ار ام سنتر ار ام، ورغم هذاك راهو ما عادش حتى الاكسجين حتى الاستيعاب طاقه الاستيعاب تاعنا في الاكسجين كو سوسوا لو ريزو في وسط السبيطار والا لي بوتي دوكسيجين ما عادش موجودين. انا قلتها بكري في الولايه نعاودها توا، احنا كي ندخلوا سهلول راهو فما ريحه بركه نشموها، الصيف جاي فيه الياسمين وفيه الفل، ما احنا نشموا في ريحه الموت رانا في مستشفى سهلول. كل يوم لي ديكلاراسيون دو ديسي، في اول جائحه كانوا لي ديسي اكثريتهم كبار، هما الكبار يعزوا برشا، ورغم هذاك وسكتنا وتعدينا توا راهم دي جون. راني نعيش كل يوم دي ديسي دو 30 ans دو 40 ans 26 ans 25 ans، ما نحكيش توا على لي نوريسون والصغار اللي خالتين في الجره. دونك السلالة المره هذه ولا السلالات المره هذه راهم مخطرين برشا، وراهو اللي كانوا قبل لي جون نتاعنا اللي كانوا يقولوا احنا ما نمثلوش معناها ما يضرناش كورونا، توا الكورونا راهي تضر الكبير والصغير اللي لابس عليه واللي عنده امراض مزمنه واللي عمره ما صار له مرض. عندنا برشا دي دي سي حالات وفاه رياضيين كريمو دي سبورتيف ما عندهم حتى امراض اخرى، اي رايس احنا نسميهم نحطوهم في الكولون نتاع ريانا سينيدو، ما عندهم حتى اعراض اخرى، ما عندهم حتى امراض اخرى، وصلوا للموت وماتوا ماتوا بيان سور. عندنا بمجرد الفيروس هذايا ماتوا، الفيروس هذا دوب ما الى تاك لي بومون من 10-25% ينجم راهو في كلكو زور يتحول 75% والبومون نتاعو يولي انشيفون، معناها ما عادش حتى ينجم يتنفس. دونك عشناهم الحالات هذوما يوما كل يوم براتيكمون عندنا الحالات هذوما. احنا النداء نتاعنا شنو هو؟ راهو توا مش حكايه نرمي الكوره لا للحكومه ولا للولايه ولا للامن اللي هو مثلا يلزمه يراقب القهاوي ويراقب، راهي توا مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الناس الكل، اي سورتو اي سورتو المواطن. المواطن قل له توا تعمل على روحك زيد، ما تحبش نسكر وما تحبش تسكير احترم طبق البروتوكولات، القهاوي ما تحبش تسكر طبق البروتوكولات. راهو اللي نشوفوا فيه استهتار، استهتار بأتم معنى الكلمة. صحيح توا صيف جاي وصلاعة العباد كان تقرا وفادة من ليزيكزاما يحبوا يخرجوا يتفرهدوا، ميسالش كان يضحيوا معانا شوية ميسالش، خاطر احنا زاد مضحين، وهي انا ديما نقولها ماهيش تضحية هذاك واجبنا احنا، واجب ما فما نفسية معناتها. نحب نحكي شوية على الطاقم الطبي في على الأقل في سهلول، انا حاسك تعبة مدام نفسيا، معناتها كل الناس بربي يحطها جرون بلون على الإكران، تفرجوا دموع ترغرغ في عينيك، مانيش نكذب على الناس، تحب تبكي
نفسيا تعبين تعبين برشا تعبين برشا تعبين برشا ما نعرفش شنو نجم كيفاش نجم نعبر. انا نسمى قاعده نتعسف خاطر انا جوجير توت اون ايكيب مش وحدي بيان سور فما لي زورجونس هذوكم اللي انا ما نلقالهمش وصف اللي قاسيو فيه جماعه لي زورجونس طب دي انفيرمي دي زوفري دي زيت سوانيان هذوكم عندهم عام ونص يخدموا اكثر. ريانيماسيون كيف كيف لي ريانيماسيون ولاو اش انا يمكن كل ربع ساعه كل نص ساعه عندهم دي سي تصور حالتهم النفسيه هذوما تصور حالتهم النفسيه رائحه الموت تفوح في السبيطار في كل زاويه من زاويه مستشفى سهلو وسي ليكزامبل دو تو لي زوبيتو. احنا قلت بكري قلت نعاودها وصلنا اون اوغمونت الكاباسيتي في المارج نتاعنا انا هذه يظهر لي ما فماش نقص خطر منها. اكثر من هذا كنا نحكي ونزيدوا لي دوكسيجين كنا نحكي ونزيدوا لي دو رياتا ونحكي ونزيدوا كاباسيتي في المارج قريب نوصلوا الحاله كي يزيدوا حالات الوفاه ما نلقاوش حتى وين نحطوهم في المارج. انا وين ماشيين وين ماشيين حتى القرارات كي تتاخذ ما فماش تطبيق من المواطن والقرارات سمحني كي تتاخذ ما تتاخذش بطريقه فيها معناها بروغرام اون بلانيفيكاسيون. انت كي تاخذ قرار تحب تسكر وتحب باش يضروا فيها برشا عباد اعطيهم البديل عاونهم تريف لقى لهم الحلول تنرجعوا على القرارات. انا مانيش نحكي في هذا خاطر حاجه مش من لا من حقك انت راك من جهه طبيبه من جهه شهيده مواطنة. عيان اما انت زاد مواطنه تونسيه مواطنه انت مواطنه تونسيه وتعيش في بلاد تحبها اسمها تونس وتحب تمنى